أقرت اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة من عام 2018 إلى عام 2021 بعد أن عقدت اللجنة 151 اجتماعا مع عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها، حيث سيتم إدراجه على جدول أعمال جلسة نهاية الأسبوع الحالي للنقاش تحت القبة لمناقشته من قبل المجلس والتصويت عليه بالصيغة النهائية. وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير مالية النواب 47%، وقررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا بواقع 52 مخرجا عام 2018 و51 مخرجا عام 2019 و39 مخرجا عام 2020 و55 للعام 2021. ينضم إلينا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور عمر النبر. دكتور عمر، أهلا بك. إذا ما بعد الوصول إلى هذا الإقرار اليوم، أهم ما خلصت إليه اللجنة ما بعد هذه الاجتماعات والإجراءات المقبلة بالمضي في ذلك؟ نعم، الله يمسيكم بالخير. تم الاتفاق اليوم وتم التوقيع على 4 سنوات من تقارير ديوان المحاسبة، وقد تمت من خلال أكثر من 150 اجتماع للجنة المالية مع ديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة من الحكومة. كما تعلمون أن ديوان المحاسبة قد أنشئ حسب المادة 119 من الدستور الأردني للرقابة على كافة إيرادات ونفقات الدولة وطرق صرفها، وهناك سبع مخرجات لقرار اللجنة اليوم. بحب ألخص لكم إياها. أولا، هناك قبل أن أدخل في التفاصيل، هناك مخرجات عامة للجنة وتوصيات للمجلس النواب، فهناك عدة جهات حكومية وقرارات لديوان التشريع والرأي. على سبيل المثال، أعطى الحق لعدم الرقابة على بعض الشركات التابعة للضمان الاجتماعي أو لغيرها، وهذا حسب قرار ديوان التشريع والرأي، فقد أوصت اللجنة بأن يتم التجاوز عن ذلك، يقوم ديوان المحاسبة بالرقابة على كل مالية الدولة بلا استثناء. أما عن مخرجات اليوم، المخرج الأول هو الذي ثبت الاعتداء فيه على المال العام وتم إحالته إلى القضاء من قبل اللجنة، بلغ حوالي 112 مخرج ثبت الاعتداء به على المال العام، وقد قررت اللجنة أن تنسب لمجلس النواب بتحويله إلى القضاء مباشرة. نعم. حوالي 112 مخرج تشكل 13% من المخرجات لديوان المحاسبة ل4 سنوات. نعم. أما المخرج الثاني فهو ثبوت تجاوزات شبهات فساد، وقد قررت اللجنة الطلب من الحكومة بعد التنسيب المجلس طبعا إحالتها إلى النائب العام مباشرة. أما ثالثا، المخرج الرقابي الذي به شبهة فساد فقط وليس مؤكد يحتاج إلى المزيد من التحقيق، فهناك أكثر من 183 مخرج رقابي حسب تقارير الديوان وتنسيب ديوان المحاسبة. طبعا احنا اللجنة ما بتقوم بعمل لوحدها، طبعا حسب تقارير بيكون في لجان من ديوان المحاسبة وبتأكد عليه اللجنة، فهناك 183 مخرج رقابي ارتأت اللجنة انه فيه شبهة فساد ويجب التحقيق، مزيد من التحقيق به. ورابعا، بدي اعطيكم اياهم مختصرات. نعم. طبعا رابعا، وهو تعاقدات والتزامات ماليه على اطراف التعاقد او ذمم مستحقه، هناك 60 مخرج طلبنا تعديل ومطالبات ذمم مستحقه بملايين الدنانير على اطراف كثيره. نعم. اطراف حكوميه كثيره أو أطراف من القطاع الخاص مش عمالها بتدفع للحكومة. كما تعلمين هناك مئات الملايين من الدنانير من الأموال العامة في بطء في تحصيلها، ونحن قد
نسبنا بالسرعة في تحصيلها وأشرنا إليها بالواحدة. أما المخرج الخامس فقد تضمن صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي غير مستحق وبدون نظام أو بدون قانون، وبلغت حوالي 197 مخرج رقابي، تشكل 20% من التقارير لديوان المحاسبة لأربع سنوات. وتطبيق التشريعات الناظمة، عدم الالتزام بتطبيق التشريعات والقوانين، فهناك 300 ملاحظة على عدم تطبيق الالتزام في القوانين، من القوانين الصغيرة للقوانين التي تؤثر على العمل في بعدة وزارات ودوائر حكومية. وأخيرا وليس آخرا، المخرج الرقابي الخلافي الذي يوجد به خلاف بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية، فقد ارتأت اللجنة أن هناك 100 أو 98 مخرج رقابي يوجد عليه خلاف بين جهات وديوان المحاسبة، وتم تشكيل لجان مشتركة لإعادة النظر في هذه المخرجات. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور عمر النبر، عضو اللجنة المالية النيابية.